في مقدمة بسيطة على اللينير بروجرامينج في سيكشن 6.1 بيتكلم عن الستاندرد ماكسمايزيشن بروبلمز ان ستاندرد فورم. هيكون عندنا اوبجكتيف فانكشن عايزين نعمل لها ماكسمايزيشن، عايزين نجيب ماكسيمم فاليو اوف بي اللي بتساوي 50x1 + 80x2. يبقى عندنا تو فاريبلز اندبندنت، ده ما يعتمدش على ده خالص. لو خدنا 50 من x1 و80 x2 هتديني قيمة البي اللي عايز اخليها اكبر ما يمكن. لو حطينا ما لا نهاية الx1 وx2 يطلع كبير، بس x1 وx2 ليهم شوية شروط constraints. بيقول لي ان الx1 مع 2x2، الاتنين دول independent ما يعتمدوش على بعض، لازم يكون اقل من او يساوي 32. كمان ال 3x1 مع 4x2 لازم يكون اقل من او يساوي 84، و both of them should be greater than or equal to 0، يعني non negative. non negative يعني اي قيمة صفر وفوق، سواء بقى كانت صحيحة او كسرية. الشكل ده بيسموه الستاندرد فورم اللي بيتكلم عنه هنا. بيقول ستاندرد ماكسمايزيشن بروبلم ستاندرد فورم، بيقول لينير بروجرامينج بروبلم از سيت تو بي ستاندرد ماكسمايزيشن بروبلم. امتى؟ ستاندرد فورم اف اتس ماثيماتيكال موديل از اوف ذا فولوينج فورم. يكون البي، واحنا عايزين نعمل ماكسمايزيشن الاوبجكتيف فانكشن اللي هي البي ايكوالز مجموعه كوفيشنز ومجموعه اندبندنت فاريبلز C1 والC2 والCK أي قيم، سواء كانوا بقى موجب سالب صحيح كسري. The coefficients of the objective function can be any real number positive negative كسر صحيح زي ما انت عايز. Subject to the problem constraints of the form A1 X1 زائد A2 X2 whatever لغاية آخر X عندنا أقل من أو يساوي البي. البي دي لازم تكون أكبر من أو يساوي 0. أما الـ is برضو نفس الشيء real numbers with non-negative constraints x1 وx2، ده الشرط الثالث، كلهم لازم يكونوا أكبر من أو يساوي 0 اللي هو الشرط ده. طيب دلوقتي دي inequalities، لو حبيت أخليها equations يساوي أعمل إيه؟ أجيب slack variables. هتشوفوا بعد شوية ان الاسلاك فاريبلز اتحطوا بس عشان نبدل علامة الاصغر من او يساوي بعلامة يساوي، ولكن مش هيكون ليهم تأثير كبير بعد كده في الحل. انتوا a system of equations، equations دي we add اللي هما التلاتة دول، we add variables slack 1 and slack 2 to the left sides of the problem constraints inequalities 2 اللي هما التلاتة دول، كتب عليهم 2 ان 2 تو اوبتين x1 + 2x2 بدل اصغر من او يساوي احط بلس سلاك 1 والايكوالز، بدل 3x1 + 4x2 less than or equal احط بلس سلاك 2 يساوي 84. بس المعادلتين دول اللي محتاج اخليهم ايكوالز، اما x1 وx2 وx3 whatever لازم يكونوا نان نيجاتيف. Notice that if the decision variables x1 وx2 هم دول اللي انا بدور عليهم مش s1 ولا s2 satisfy the system of constraint inequalities 2 اللي هم الاثنين دول حققنا المطلوب ان x1 زائد 2x2 اقل من 32 او يساويها والobject والconstraint الثانيه، ساعتها slack variables s1 وs2 are non-negative يعني مش هيكونوا سالبين، هتكون قيم يا صفر يا موجبة، وهتشوفوا بعد شوية ان هي في الغالب هتكون بصفر. طب ايه الحدوتة دي كلها؟ احنا بنعمل ده ليه؟ احنا كنا بنحل قبل كده سؤال اللينير بروجرامينج بالرسم بالجيومتريك ابروتش، دلوقتي هنستغنى عن الرسم والكورنرز ونعمل ايه؟ نحل بطريقة اللينير بروجرامينج. بيقول ذا بينيفيت اوف ذا تيبل ميثود اللي هناخدها يعني نشوف مرتين مسائل عليها بعد شوية is that it gives a procedure for finding all corner points اللي كنا بنجيبها بالرسم of the visible region without drawing a graph. لو تذكروا كان عندنا حاجة بالمنظر ده، بيكون عندنا مثلا معادلة بالمنظر ده، معادلة بالمنظر ده، ونروح واخدين الحتة دي
نقول دي الفيزابل ريجن. كنا بنقول على دول الكورنرز اللي بيجيبوا لي الماكسيمم او المينيمم، دول بيسموهم الكورنرز. دلوقتي مش محتاجين نرسم، هتشوفوا بالتيبل هنطلع الكورنرز دي وهنجيب الماكسمايزيشن للحل المطلوب الماكسيمم بي، وبعد شوية ان شاء الله هتكلم كمان على المينيمم.